لكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا على القناه الوطنيه الثانيه. كالعاده تتواصل مواكبتنا للحركه الثقافيه في بلادنا، وين يحاول فريق هاشتاج ثقافه انه يكون في كل مره في الموعد فقط باش تطلعوا معنا على جديد في الفن والثقافه. حصتنا لليوم باش تكون ثريه ومتنوعه توا تبدا. مشاهده طيبه للجميع. بعد عرض عالمي أول ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة الأيام قرطاج السينمائية، الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج مجدي الأخضر قبل ما يفوت الفوت يخرج لقاعات السينمائية الخاصة. الفيلم من بطولة رؤوف بن عمر، ربيعة بن عبد الله، مجد مستورة وسلمى المحجوبي، وهو أول فيلم يستعمل تقنية الكاميرا سوبجكتيف تيلة الفيلم في تاريخ السينما التونسية والعربية. شنو حكيت الفيلم؟ كيفاش كانت أجواء العرض؟ الإجابة باش تلقاوها في الروبورتاج هذايا والصور لأمين بن أحمد. فيت من درعم حسن. يلزمنا نخرجوا من هالحفرة قبل ما يتيح علينا السقف. إيش تحبني نعمل؟ يلزمني أكثر وقت. أكثر وقت؟ يعني راك قاعد تدز في روحك وفي عائلتك للخطر. ديما مخك مش فوقك، عمرك ما خممت علينا. سيف ابعد فيك. قبل ما يفوت الفوت هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج مجدي الأخضر، فيلم يخرج القاعات السينما بعد عرض عالمي أول خارج المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية. عرض الليلة واللي كان بحضور المخرج والممثلين شهد إقبال جماهيري كبير غصت على إثر القاعة. الحكاية الخرافة متاع الفيلم هي أهم حاجة، يعني حاجة نحب نقدمها للجمهور. كانت نقطة الانطلاق نتاعها زوج ظهرات عرفناهم بعد الثورة، اللي هما الحفارة، ما يعبر عليهم بالحفارة، العباد اللي تلوج على الكنوز، وكديار اللي سمعنا بيهم طاحوا، وعائلات لقات رويحها في الشارع مش مرة ومش سنين. دونك انطلقت من غاديكا، حاولت نعطي في قراءة أولى صورة على الوضعية المتردية للحالات للعائلات التونسية والحالة الاجتماعية المتردية في العوالم الأخرى اللي عرفناها. ومن بعد لب الحكايه حكايه عائله، كنا معناها كبرنا في عائله، عندنا عائله، نعرف كل العلاقات والحساسيات في العائله. حاولت زاد نصور الحساسيات هذيك، العلاقات هذيك، وقت البو ياخذ قرار وحده ويربط مصيره بمصير العائله، شنو ينجم اذا ما يشاركهمش حتى بحسن نيه، حتى بحسن نيه شنو ينجم يصير للعائله هذيك. الفيلم هذا هو نقول الفيلم خاص برشا بالنسبه لي، لانه شاركت في كتابته وحضرت على ولاده الفكره، وتو مده طويله وانا نتابع في البروجي والمخرج الجون ريالزاتور مجدي الاخضر في سون بريمير لون ميتراج، عملت معها افلام قصيره قبل. الفيلم تاي بارتيكولي، خاطر الفيلم الكل مصور كاميرا سوبجيكتيف، معناتها بدينا نصوره في وقتها في جويي 2018، صورنا في 16 يوم كاو. كان تحدي كبير برشا ليكيب تكنيك شفتو والممثلين، خاطر مش ساهل الممثلين يجوا تقولوا باش تمثل مع الكاميرا وتمثل مع الاكتور قدامك. الحقيقه هي كانت تجربه صعيبه شويه، وخاصه تخدم مع مخرج شاب، معناتها اول فيلم لو ميتراج يعملوا، دونك اما ما لقينيش صعوبه في العمل. السيناريو خدم عليه اطوار العاديه، يعني ديفلوبمون نبعثوا في لي فون بور لا برودكسيون، دونك عملنا لو سيركوي لا. ومن بعد جينا قلنا هي السيناريو الاصلي، السيناريو الاصلي هو نتاع مجدي الاخضر، اما احنا ساعدناه في الكتابه وطورناه وحاولنا باش ندبتيو السيناريو، خاطر تعرف مده طويله خدمنا عليه دوبوي 2011 بعد ما و 2012 مشى البافيون سينما دو مونت، مشى الكرون نور زاد اتيلي، دونك تفهمنا باش نحاولوا نعدلوا السيناريو على وضعيه البلاد تو، خاطر التغيرات الاجتماعية تأثر بطبيعتها على الكتابة وعلى اللي علينا احنا كأشخاص ومخرجين ولا منتجين ولا أي حاجة. قبل ما يفوت الفوت عمل جديد من إنتاج محمد علي بالحمرة وسمية جلاسي، بطولة رؤوف بن عمر، ربيعة بن عبد الله، مجد مستورة وسلمى محجوبي. فيلم يحكي قصة عن الخياط يقضي وقته الكل في البحث عن كنز تحت داره، ونهار من نهارات يلقى روحه عالق مع زوجته وأولاده تحت الأنقاض بعد انهيار دارهم. في المحنة هذه يتعلم علي كيفاش يهتم بعائلته ويناضل باش يلقى وسيلة لإنقاذهم قبل فوات الأوان. فما ناس كي خرجوا من الصالة قالوا علاش احنا
نقصين تعبوا فينا وكذا. قلت لهم هذوما راهو الحالات يقعوا كل يوم تقريبا. قلت لهم شوفوا كل ما تصب مطر شوفوا المساكن اللي دارهم تطيح وتغرق وكذا وكذا، فما كوارث قاعده تقع. فهمتني؟ على خاطر البنيه التحتيه ماهيش لك الكل وما تلهوش بها، والكوارث هذه قاعده تقع. احنا هما اللي عايشين في المزيره حياتهم كامله، واحنا عشنا تحت القاعه فهمتوا لا 16 يوم. انتم طالبين منكم سويعه باش تاخذوا شويه منك الغسرات وجدوا تفكروا في الناس هذوك. دونك حاجه باهيه هي، ما انت تنبه. وديما قبل ما يفوت الفوت على خاطر فهم برشا حاجات ما عملناهمش من الثوره لتوا. وكما قلت لهم حتى الحكام تاع تونس اليوم نقول لهم فيخوا قبل ما يفوت الفوت. لازمنا نخرجوا من هوني. تحيرش روحكم تلقاو حل. عاونونا لهنا محصورين ولا هاي تبعوني. عايش امي، خلينا نطلع نعاون بابا، استنى هوني احنا جايين. لو بيرسوناج شخصية بيا امرأة معناتها تونسية عادية تعاني في يوميا تعاني خاطرها فقيرة ما عندهاش دخل، رجلها اللي هو تيرزي ما يسمحش باش محدود برشا برشا، لكن هي ملغيتو تحاول باش تخلق في دارها اللي متداعية للسقوط اللي هي في السوسول، تحاول باش تخلق يعني عش باهي باش العائلة من الزوج علي من الطفلة هاجر من الولد سيف، ومنها هي يحسوا اللي هما يعني عايشين في عائلة متكاملة ومتآزرة ويحبوا بعضهم بعضا. الفيلم قبل ما يخرج للنور تطلب برشا وقت وتحضير الجانب مجهود وتمارين كبيرة عاشوها الممثلين في ظروف ما كانتش سهلة، خاصة أنهم يلقوا رواحهم يمثلوا في عمل مصور بتقنية كاميرا سوبجكتيف، تجربة متفردة يخوضها مجدي الأخضر ويتحدى من خلالها السائد الجمالي والتقني في فيلم يعتبر الأول من نوعه في السينما التونسية وحتى العربية. الفيلم الممثل ما يخدمش مع البرسوناج اللي قدامه، يخدم مع كاميرا، ستادير من بعد مرتي مثلا تاخذ من بعد هي البوزيسيون وانا تعوضني كاميرا، الخدمه كلها مع الكاميرا دونك ديزاكس وريتم تعطي حاجه معناتها ديجا ماهيش طبيعيه. كان فيها برشا تمارين والفات زاد اللي نخدموا تحت القاعه بالمنجد تحت القاعه، مش مؤثرات ولا افي سبيسيو ولا حاجه، ديموس معناها هما يسكنوا ديجا في سوسول ويتيح عليهم السوسول. ما نعطيش بقى اكثر ديتايات على خاطر فيلم كامل هما يحاولوا باش يخرجوا من غادي. فيلم ممثل كامل بالسوبجيكتيف سيتي ان ديفي، سيتي فريمون ان ديفي ا ريليفي بون بور توت ليكيب كو سوا ارتستيك و تكنيك و لو رياليزاتور. Et j'espère qu'on a pu relever ce défi. Il n'y a que le public qui puisse le dire. Et voilà, c'était une aventure, une très belle expérience pour moi. Et j'espère avoir fait une interprétation en Béhia ou Inch'Allah, je me suis dit que le film. Speaker, faut m'agréer l'eau. Oui, non. فاش تعمل؟ ثم جرالو اخر دخل في الحفرة. يظهر لي ثم بقعة مخبية ورا الحفرة. كيفاش عرفت؟ وقت اللي طليت شفت بقعة ظلمة. يلزمني حاجة صغيرة باش نقرقش بها. خذ جرب ولقيتي. الفيلم من بعد قطع السينمائية في السيليكسيون اوفيسيال برا من المسابقة باش يشارك في مهرجان القاهرة، دونك يتعدى اون بروميير مونديال في القرطاج، طب باش يتعدى بروميير انترناسيونال في القاهرة نهار 26 نوفمبر في إطار المسابقة الدولية للنقاط، أسبوع النقاط. معنا أفلام كبيرة من كان ومن فينيز، إن شاء الله الفيلم ياخو جايزة، هكاك نجم نتحلوا الآفاق العربية معناتها في التوزيع. والفيلم زاد راهو بري اشتي معناتها باش يتعدى في التلفزيونات العربيه.
تكنيك جديدة يبدو أنها ما عجبتش برشا متفرجين، خاصة أنه البعض منهم قال اللي طريقة تصوير الفيلم خلتهم يفقدوا التركيز على القصة والحبكة الدرامية، أما البعض الآخر فقد انتابوا شعور بالاختناق والانزعاج، إلا أنه قرر عدم مغادرة القاعة فقط لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث. ما فهمت حتى شيء. Aucun message à faire passer, on n'a rien compris. Peut-être un as تحت القاعة ولا اطماع معناتها جابهم اطماع باش يفركس كنز وذولي هذه الحكاية مش هكا. كوميم قاتل الأخرى. إيه حبيت نشوف وين مش يوصل، حسيت ما فيش حاسين وين الفيلم معنا. أما نحب نعرف حاجة بحكم، المغارة ذيك وين موجودة في تونس؟ سي لوان دو لا رياليتي. فيلم انتريسون. عنا ما نقولوا خسارة ما هنا يو ان اسيدون في السال ما نجمناش نعطيو راينا، مي عنا ما نقولوا سي انتريسون. معناها نشجعوا ديجا حبيت نشجع كامام المخرج اللي هو لي تري جون لو جو دارتيست به، مي الحقيقة الكاميرا وطريقة التصوير هما ils ont innové، مي فما برشا عباد انا شخصيا تقلقت من طريقة التصوير معناها فوالا. يبدو أن كاميرا مجدي الأخضر هي بطل من أبطال الفيلم، كما أن حركة الكاميرا المزعجة هي حركة مقصودة من أجل تمرير انزعاج الأبطال في الفيلم للمشاهد. في إطار برمجته المتعلقة بتوقيعات راعي النجوم بيت الرواية، نظم لقاء لتوقيع رواية مرايا نوران للكاتبة والشاعرة التونسية بسمة المرواني. اللقاء كان بحضور عدد من الكتاب وشعراء ومحبي لغة الضاد بمكتبة البشير خريف بمدينة الثقافة. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء في هذا الروبورتاج. عاش بيت الرواية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة على وقع حفل توقيع رواية هي البكر بالنسبة للشاعرة التونسية بسمة مرواني واللي اخترت لها عنوان مرايا نوران. وهذا الاحتفال يجي ضمن مجمل أنشطة بيت الرواية الشهرية واللي يعمل على تسليط الضوء على آخر المستجدات في الساحة الأدبية التونسية. هذا البرنامج في الحقيقة يندرج ضمن برنامج بيت الرواية توقيعات راعي النجوم، وهو برنامج يعنى بالكتب الحديثة الصادرة حديثا لتقديمها المتعلقة بالسرديات بشكل عام، الرواية، القصة القصيرة، السيرة الذاتية وغيرها. طبعا كما تابعتم يعني لقاء كان ممتع، نقاش كان ضاري بين الكتاب والقراء الذين حضروا. هناك هدايا وقع توزيعها كتب على الحضور، ونقاش مهم جدا حول هذه الرواية التي تقدم في تونس تقريبا للمرة الأولى. هذه الرواية طبعا وقع الحديث عن لغة الرواية، اللغة الاستعارية التي يعني ارتأت الكاتبة أن تكتب بها الرواية، عن إكراهات الرواية مقارنة بالشعر، انتقال الكاتبة من كتابة الشعر إلى كتابة الرواية. حضر لها طبعا عدد كبير من يعني المثقفين والكتاب، وهذا في الحقيقة يعني شيء مبشر وشيء يواصل بيت الرواية المحافظ عليه ولم يعني شمل الأدباء التونسيين والعناية بالأدب التونسي والرواية تحديدا. هذه تجربة روائية جديدة تخوضها كاتبة ترتحل من عالم الشعر إلى الرواية لتقدم إضافة طبعا بخصوصيتها الشعرية ومحمولاتها وهوياتها التي أتت بها من عالم الشعر. كان نقاشا جميلا ويعني معرفيا ومثيرا في الحقيقة. مرايا نوران هذه الرواية المتكونة تقريبا من 342 صفحة واستغرقت صاحبتها في كتابتها 3 سنوات كاملة، اختارت بسمة مرواني تبعتها بدار نشر أردنية لضمان حسن ترويجها بمعارض الكتب الدولية. كتب الشعر بطريقة مختلفة والشعر النثري ومتميزة بلغتها اللي هي قولوا عليها صعيبة شوي، وهذا كان محور من محاور النقاش اللي كنا توا نخوضوا فيها. قدمت روايتها الأولى البكر وطرحنا من خلال الرواية هذه برشا أسئلة في الحوار، منها تحول الشاعر إلى كتابة السرد، سؤال هذا مهم. السؤال الثاني اللي طرحوه الأصدقاء وخذنا فيه مع الشاعرة الروائية معناتها كيفاش ما تخلتش على اللغة الشعرية في نصها السردي،
سألنا أيضا كيفاش الرواية هذه جات محملة بعديد من المواضيع اللي هي وفيها زخم كبير من التيمات اللي مطروحة لهنا، من العانس، من وضع المثقفة التي تسافر إلى الخارج، من وضع المرأة العربية عموما أو الصورة النمطية للمرأة في تونس أو في بلدان عربية أخرى، إلى وضعية كما تقول هي الطفولة الهشة والمهشمة، إلى وضعية البطالة، يعني كل ما نعيشه من زخم في الحياة. وهذه أعتقد مواضيع تتقبلها النصوص الروائية، لكن كيف في نص الرواية هذه مرايا نوران بلغة مختلفة تماما، ونحن نعرف أنه بسمة تكتب بلغة مختلفة تماما. هذا السؤال الأكثر يعني كان موضوع نقاش في الجلسة هذه، لأني أعتبرها أنا جلسة ناجحة بالنسبة للروائية وبالنسبة للرواية، وأنها جمعت كل هالاختلافات هذه، أعطت نقاش ثري. مرة أخرى نقول مبروك بسمة ومبروك للساحة الثقافية هذا المولود الجديد. حفل توقيع رواية مرايا نوران شهد حضور العديد من الوجوه المختصة في المجال الأدبي وأيضا الإعلاميين والنقاد لطرح التساؤلات اللي تهم هذا العمل السردي ورؤيتهم النقدية. أنا لنا لقاء اليوم مع كتاب مرايا نوران لبسمة المرواني، رواية صادرة عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في الأردن في أكثر من 300 صفحة، وهي تتمحور حول تيمات مختلفة ذات بعد السفر، مراوحة بين الإقامة في تونس وكندا، وكان لابد للمؤلفة أن تعيش هذه الطقوس من خلال شخصيات شتى عاشت التشدي، تشدي القيم، وعاشت الغربة، وعاشت معناها تيمة السفر بين كندا وتونس، وكان لها في النهاية أكثر يعني من عملية متنفس حققت من خلالها ذاتها وامتلكت حقية حضورها لكي تتوج كل هذا بنظرية تطهير الجسد كاثارسيس من خلال العودة إلى الأرض الوطن، هي ومنهل يعني هي نوران يعني شخصية ومنهل لكي يحدث الاستقرار. دخل أكثر من صوت في هذا اللقاء، كتبت بلغة جزلة وفيها كثير من البعد الاستعاري، وهو معناه فيه نوع من الثراء، ثراء معناه بمستوى الجملة السردية، وهو أيضا هناك كثير من الانزياح أو العدول، أي الاستعادة عن المعاني المألوفة بجمل أخرى غير مألوفة، وهذا كله يعطي ويضفي على الرواية جمالا ما وأدبية نص، وما به تكون الرواية أفقا مفتوح على التأويل. رواية البكر مرايا نوران تجربة أولى مع دار نشر الفضاءات اللي في الأردن. توجهي كان للأردن ليس فقط لأنني أتجاوز بلدي ولكن ودور النشر التونسية لا، ولكن فقط لتحظى كتابتي الأولى بانتشار وتوسع في بمشاركتها في معارض دولية. مرايا نورال هذه التجربة الروائية رأيت فيها منجزي كما رأيته من الجانب السردي عن وضع المرأة العربية، وضع الراهن في الثورة بعد الثورات في الوطن العربي، في تجربة أولى بين تونس ودولة غربية تحديدا كندا، رواية تخضع إلى الإرهاصات التي تتناولها المرأة، الوجع الذي تكتب به الأنثى، محاولة التغيير، محاولة التغيير، محاولة أن تكون فارضة لنفسها ليس بصفة الثورة وليس بصفة التمرد، ولكن أن تكتب لتعري الواقع هذا الزمن الديستوبي، وأقصد به المدينة الفاسدة التي تتغذى فيها خاصة كل ما هو أخلاقي. تجربة رأيتها من جانبي، هي تجربتي الأولى، استعملت فيها لغتي وأسلوبي، بلاغتي كما قال النقاد. الكاتب الذي يرضى على نفسه لن يكون كاتبا. أمل أن حظيت بكتابة هذه إلى تجربة وأراها موفقة بالقراءات النقدية في العديد من الصحف ومن نقاد عرب في مصر، في الأردن، في فلسطين إلى غير ذلك، وهنا في تونس هذه النقاشات أفرزت ما لم أرض عليه، وهو ماذا؟ أن التجربة الأولى كل
كل تجربة في الكتابة هي تجاوز، هي نحت للذات، والقارئ حين ينتقد فإنه فرصة أن يجعل الكاتب يكمل مسيرته ليتحدث عن الوضع وأن يتحدث عن الجديد في كيانه وفي الحديد عن الذات الأخرى. النقاد الذين حضروا معي الآن أتوني بفرصة على مائدة فيها ثراء، فيها إضافة لي، حيث الانتقاد حول لغتي، الصعوبة التي أكتب بها كتابتي. الرواية تتحدث عن نوعية معينة من المشاكل ومن الأوجاع كما حدثت منذ حين، وهي لا تكتب إلا بطريقة أراها ببعد فلسفي. الفلسفة تعميم، والفلسفة ليست فقط لتكون لنخبة معينة. كنت راضية في الحقيقة بيني وبين نفسي لأنه فيه بسمة أكتبي ولا تتوقف فيها، هي تجربة والحمد لله أراها ناجحة إلى حد ما حتى وإن انتقدت. هذه الرواية هي في شكل سؤال، ما أقول وهي أول يعني عمل تجريبي في تجربة سردية. أقول أن السردة مخاطرة مكشوفة، والسردة بكية وفخ. أقول لكل من يكتب مثل هذا السرد أن يبتعد عن اللغة القوية، بل أن يتجاوز ذلك إلى القلق القوي لينتج رواية يمكن أن نقرأها وأن يتفاعل معك القارئ ليشاركك النص أو يكتب معك حتى النص، مثل ما قال بارت: يموت المؤلف عندما ينتج النص بالنص وعندما تكون الشخصية بالشخصية. لذلك نجد جسد الكاتب في الرواية ولكن لا نجد أشياء أخرى ما ورائها. أتمنى لهذه الشاعرة في الأصل النجاح، ولكن أن تكون تذهب بعيدا من تجربتها وتكتب عن الإنسان في كونيته. الآن كسرت كل الحواجز وأصبح الإنسان هو المحور، هو الكينونة التي بقيت. أقول كذلك أن ما يكتب سيكتب، ولتكون كل كتابة محورها الإنسان هي أحسن الكتابات ومن بديع ما يكتب. وكذلك ملاحظة أسوقها هنا في أن ما يعبر عن بالحداثة هي من شوهت تلك الكتابات، جاءت حداثنا مشوهة، لذلك يجب أن نعود إلى أصلنا. الكل منا يتفرع، يعني نجيب محفوظ، ولكن الكل منا يكتب كذلك بشير خريف، ولكن تلك النصوص هي الأمهات، يجب أن نجد سلالة وابتكارات جديدة، أي نحفر لغة في داخل اللغة. رواية مرايا نوران لبسمة مرواني فيها كثير من النواحي المهمة. أولا هي تطرح قضية المثقفة في البلاد العربية إذا عاشت في الخارج كيف تكون، هل تحمل معها في الخارج ثقافتها وأنوثتها كمرأة، ثم عندما تعود هل تعود إلى بلاد العربية أو تونس مثلا بالنسبة لمرايا نوران، هل تحمل مع تأتي معها أو تعود بالمثقفة التونسية التي عاشت سنوات طويلة في الخارج، ما الذي ستعطيه إلى تونس؟ إذن هي قضية أزمة المثقفة. أنا أقول أزمة، لأن في تونس لا تعيش كمثقفة وكما تأمل، وفي الخارج لا تعيش كمثقفة عربية وتريد أن تحافظ على عروبتها، وربما جعلها تبحث في كندا هذه البطلة نوران تبحث عن أديان أخرى، عن أفكار أخرى، عن رؤى أخرى. يعني هي تمزق، ولكنه أيضا فيه المرأة المثقفة القوية، المرأة المثقفة التي تريد أن تفعل، أن تريد أن تغير إلى غير ذلك. روائية وشاعرة، فهل أن الشعر أثر في الرواية أو لا؟ أنا أقول جعلت الرواية، يعني تجربتها الشعرية جعلت الرواية شعرية، ثم الكثير من الشعر، وبما أن هي شعرها فيه برشة، ما نقولش غموض، إنما نقول فيه مناطق من العتمة الفكرية الفلسفية، هذا أثر فيها ونجدها في روايتها في قضايا قضايا الشعر. ولكن أيضا ليست روايتها ليست مسترسلة، ليست
من متمسكة بالسرد أكثر من تمسكها بالعناوين وبالأفكار وبالقضايا. روايتها معبية بالقضايا أكثر من الحكاية. عادة الرواية ركزوا على الحكاية، على الخرافة، على القصة الطويلة، لكن هي لا، مركزة على قضايا فكرية، قضايا تيمية كثيرة. هذه تجربة تستحق فعلا، تستحق التحية في كتابة مرايا نوران. بسمة المرواني قدمت نصا جديرا بالقراءة، وأثبتت من خلال مراهنة الناشر العربي على هذا النص أنه نص قوي في جانبه، جانبه اللغوي على الأقل. لملاحظات قدمتها للكاتبة يتعلق بخصوصية الجنس الروائي مقارنة بالجنس الشعر الذي جاءت منه. طبعا كل كاتب له توجهاته، له خياراته أيضا. تحدثنا عن أشكال أخرى من الكتابة ربما تتعارض مع هذا النوع من الرواية في مستوى الخيارات اللغوية خاصة، وحتى مسألة المتن ومسألة التيمات التي ناقشتها الكاتبة، هل هي جديدة أم قديمة. طبعا يعني موقفي من العمل يمكن أن يقرأ في مقالات، لكني أكتفي بأنه هذا العمل جدير بالقراءة وجدير بالنقد أيضا. حفل توقيع رواية مرايا نوران شهد حضور العديد من الوجوه المختصة في المجال الأدبي وأيضا الإعلاميين والنقاد لطرح التساؤلات التي تهم هذا العمل السردي ورؤيتهم النقدية. مرايا نوران ماله إلا نقطة بداية بالنسبة للشاعرة والكاتبة بسمة مرواني، في انتظار أعمال أخرى تثري الساحة الأدبية التونسية في قادم الأيام. أحيت فرقة الإخوة أبو شعر من سوريا حفل الإنشاد اللاديني والابتهالات الصوفية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للموسيقى الصوفية روحانيات بنفتة. الحفل كان شهد إقبال جماهير غفيرة اهتزت على إثرها مدارج مدينة نفتة. تفاصيل أكثر تلقاوها في الريبورتاج هذايا من تأثيث مراد مزيود والطيب بالحسن. في سهرة غير عادية ويوم غير عادي عاشه جمهور نفطة والوافدين من داخل تونس والجزائر والمغرب لمواكبة والاستمتاع بأحلى وأروع المنشدين في عالم الروحانيات، فرقة الإخوة أبو شعر القادمون من مصر ومن أصول سورية. من إنسان يسمى إنسانا ليس فيه مكان لروح، لفن، لجمال؟ كان الإنسان روح جمال، ولذلك لا نفتأ دائما أبدا مرتبطين ومنشدين إلى كل ما فيه جمال وكل فيه كل ما فيه رقي. والروح هي أسمى ما يرقى في الإنسان، التي تطهره، التي تساعده على أن يكون إنسانا، أن يتحمل مسؤوليته، أن يعي ذاته، أن يقف وقفة تأمل مع نفسه. أنا صوفي أصلا وتربيت في طريقة صوفية منذ صغر سني، وبقي هذا الطابع ملازما لنفسي وملازما لحياتي، وهو الذي يساعدني على مجابهة صعوبات الحياة الكثيرة التي تعلمون جزءا منها. فرقة
فرقة الإخوة أبو شعر فرقة اشتهرت بإنشادها الديني، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة أبو شعر الحسين الرفاعي والمعروف بإنشاده لبعض العلماء الكبار في دمشق. من أشهر ما تغنت بهذه الفرقة كلما ناديت يا هوى قمر سيدنا النبي البرداء. أبو شعر في تونس بالضبط أول مرة. إحنا نحضر الموالد، يعني نحضر الهمزية في جامع الزيتونة، نحضر المولد في الزاوية المدنية، فهمتني؟ يعني وين فما مديح سيد النبي إحنا إن شاء الله موجودين، وهذا تونس تشوف معناتها الناس الكل تحب سيد النبي، كيف الفولي، كيف اللي مش الفولي، كيف الأنواع، الناس كل كيف ناس كل تمدح في سيد النبي. وأبو شعر ما شاء الله هذه أول مرة في تونس، هذاك علاش إحنا معناتها جينا لهنا. عادة بعد الحفل أكبر خطأ أن المنشد أو الفنان يتكلم يبقى يعني متحمس جدا من هذه الطاقة التي يعطيه الجمهور إياها، خاصة أن تجلس مع جمهور أهل سماع وأهل روحانيات وأهل وصال وأهل اتصال بالحضرة حضرة الله سبحانه وتعالى. وأهل تونس هم من أهم العوامل الذين أسسوا، وفيها الشخصيات الأساسية التي أسست في هذا الفن، فن السماع وفن الوجد وفن المواجيد والتصوف. فكيف إذا جالستهم وكيف إذا يعني تبادلت معهم نسمات الروحانيات ونسمات الوصال، خاصة أن تونس كانت بالنسبة لنا لا أقول حلم لكن هي مقصد من عدة سنوات كبيرة، وكان الانتظار متبادل بين أبو شعر وبين جمهوره الكريم في تونس، وكان الشوق متعادل. يعني نحن طالما اشتقنا لهم وهم لطالما اشتاقوا لنا، فالحمد لله في هذا اليوم حقق الله أمنية كبيرة وعظيمة، وكان فيها إكراما من الله سبحانه وتعالى بتكسير الحواجز التي وضعت بسبب الأزمات التي مررنا بها. والحمد لله نحن اليوم نشهد ونرفع راية كبيرة، راية السلام في زمن جديد وحقبة جديدة في تونس، في التطورات الجديدة، في الثقافات الجديدة. ونسأل الله تعالى دائما أن تكون هذه الأيام هي بادرة خير لما قد يأتي مع الأيام، وأسأل الله تعالى أن تكون مفتاح الخير لسوريا ولجميع بلاد العرب والإسلامية في العالم إن شاء الله تعالى. لمست فنام الطهر بطن مجاهد اسمه سواد، فأشارت وأنا يا حبيبي أوجعت. فرقة الإخوة أبو شعر أنشدوا وأمتعوا وكانوا محل إعجاب كبير من الجمهور الحاضر.
محمدي. برافو عليهم، فريمون أصواتهم رائعة. استمتعت؟ نعم استمتعت بالعرض. استمتعت بالعرض وبالأصوات، سورتو بالفن الراقي، الأصوات الرائعة، والحقيقة حضور جيد ياسر ممتاز. على الأخر عملنا جو وتفرهدنا، محلى سبكتاكل ياسر حلو وتفرهدنا على الأخر. مرحبا فريمون الجروب، يعطيهم الصحة، يعطيهم ألف صحة، برشا صحة بالحق، يعطيهم صحة. يعطيهم الصحة جروب يعمل كيف ما شاء الله. إن شاء الله كيف أسئلوا بين اليوتيوب واللايف حاجة أخرى بصراحة. كنا نشوفوا فيه في اليوتيوب، أنا باليوتيوب واللايف حاجة أخرى، حاجة كبيرة. بس إن شاء الله يعاود يجي لتونس، إن شاء الله يعاود يجينا بالحق أبوار. أني اكتشاف راه أول مرة نتعرف عليه وأول مرة نشوفه، معناه وعجبني على الأخر. بمشاركة بمهرجان الروحانيات بمدينة نفطة في دورته الرابعة، مشاركة تاريخية مع عرض مميز أداء وإقناعا وحضورا. كنكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم من هاشتاج ثقافة. ما تنساوش استناونا غدوة كالعادة، نطلع عليكم بجديد في الفن والثقافة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. وطوما بقالي كان باش نقول لكم بسلامة وفي الأمان.